اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في خبر اليوم، نقدمه لكم من قناتكم شوف تيفي. المكان مركب محمد الخامس بالبيضاء، الزمان اليوم الاثنين 3 أبريل، عرضت مباراة الوداد البيضاوي وخصمه الجيش الملكي ضمن مؤجل الدورة 21 من البطولة الاحترافية. محيط مركب محمد الخامس يعرف لأول مرة بعد مرور سنة واحدة على إغلاقه حركة غير عادية، حيث تقاطرت آلاف من الجماهير الودادية خاصة والبيضاوية لمتابعة كلاسيكو المغرب بين وداد الأمة والزعيم. السلطات الأمنية خصصت بهذه المناسبة تعزيزات أمنية استثنائية داخل وخارج الملعب. وحسب موفدة شوف تيفي، فإن كل من ولي أمن مدينة الدار البيضاء وقائد القوات المساعدة، إضافة إلى المكلف بالقسم الرياضي للإدارة العامة للأمن الوطني، قاموا بزيارة ميدانية لمركب محمد الخامس للوقوف على آخر الترتيبات والإجراءات الأمنية. لنتابع. ومن جهة أخرى، استقت شوف تيفي آراء جماهير حول افتتاح مركب محمد الخامس خلال مباراة الوداد والجيش الملكي. لنتابع. حنا ماشي فرحانين اكثر من الفرحه، فرحانين اختي باش جينا للتيران اللي في بلادنا، وحنا ديما ملي بدات البطوله وحنا خارجين حنا كنطالبوا الجامعه وكنطالبوا عاش محمد السادس. من اللي حل التيران هذا راه كلشي زوين، كلشي قريب لينا، وبغينا يكون شويه النظام. خسرت الفرقه ولا ربحات ولا تعادلات، راه كلشي يكون زوين ويبقى زوين، ما يكونش الشغب. راه لا للشغب، لا للشغب، لا داروا الشغب ثاني، راه ما كاين والو، لا للشغب. الناس خاسره فلوس وجمعيات ما عرفتش شنو، فهمتيني ولا لا؟ حنا ما كنطالبوش من الشغب، حنا ماشي من النوع ديال الشغب اختي. والحمد لله، هو احساس جد سعيد ونتمنى جميع السرور. الحمد لله، كيف كتعرفوا مركب محمد الخامس كان مغلق هذه مده سنه ونصف، يعني عانينا الامرين من جراء التنقلات المدن ومن جراء اللعب، حيت كانت الفريق ديالنا كان كيدخل في مدينه الرباط وانتم راكم عارفين. والحمد لله كما كتشاهدوا اليوم اجواء جد ممتازه من الجماهير، كاين واحد الانضباط، كاين واحد التنظيم، يعني ما شفناش شي حالات ديال الشغب. ما خصوش يعني نوض الشغب على الكره، حيت الكره فيها الرابح والخاسر، واحد البلاصه كيريح عليها ما خصوش يهرسها، يعني فهمتي الطوبيس كيجيب وكيدي ما خصوش يهرسو. مركب محمد الخامس معلمة تاريخية تعشقها الجماهير الودادية ورجاوية بجنون، ولهذا طالب الجميع أن تتحمل هذه الجماهير مسؤوليتها في الحفاظ على مرافقه وإظهار حس احترافي في التشجيع يعكس التطور الحاصل في كرة القدم الوطنية. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى ختام خبر اليوم، إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله.